بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستأنف اليوم ما بدأناه في شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وسيكون الكلام اليوم في الباب الأول الذي سنشرحه عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه هي القضية الأساسية كما سبق أن أشرت إلى ذلك التي يتميز بها منهج أهل السنة عن جميع المناهج المخالفة في هذا الباب. ومع أني لا أريد أن أستطرد كثيراً ولا أدخل في شيء من التفصيل، إلا أني أريد أن أشير إلى إشكالين أو انحرافين في هذا الباب. الإشكال الأول هو ما يسمى بالحد الأدنى للإيمان. بعض الناس يظن أن المؤمنين إذا اشتركوا في وصف الإيمان فلا بد أن يكون بينهم قدر وحد أدنى يتساوون فيه، وهذا لا حقيقة له، بل هم يتساوون في الاتصاف بالإيمان فقط دون أن يكون هناك قدر مشترك أو حد أدنى يتساوون فيه. وأساس الإشكال في هذه الشبهة أن من يظن ذلك يقول بأن المؤمنين إذا اشتركوا في وصف الإيمان فلا يمكن أن يشتركوا في هذا الوصف إلا وبينهم حد أدنى ثابت عند جميعهم، ولا يمكن أن ينقص هذا الحد عن الحقيقة التي يفترض أن تكون موجودة عند كل واحد منهم. لكن هذا وهم، فإن الاشتراك في وصف معين لا يلزم منه التساوي في هذا الوصف. وأضرب لكم مثلين: اشتراك الناس في السمع، هل يلزم منه أن يكون للسمع حد أدنى لا يقبل النقص، ولا هو يضعف يضعف حتى يذهب؟ كذلك في البصر، اشتراك المبصرين في البصر، هذه صفة مشتركة بينهم، هل يلزم من استوائهم أو من اشتراكهم في هذا الوصف أن يكون هناك حد أدنى؟ إذا ذهب إلى طبيب العيون مثلاً يقول هذا الحد الأدنى أنت على حدوده، سيذهب البصر مباشرة، وإلا يضعف يضعف حتى يذهب. الحقيقة أن هذا لا يقول به أحد أن هناك حد أدنى لا في السمع ولا في البصر ولا في سائر القوى. فكذلك ما يتعلق بالإيمان ليس له حد أدنى لا يقبل النقصان. هذه الشبهة حصلت للإمام الطحاوي رحمه الله عز وجل رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، حينما قرر التساوي في أصل الإيمان فقال: وأهله في أصله سواء، وهذا لا أساس له. أقول هذا لأن أحد الإخوة سألني بالأمس عن فكرة الحد الأدنى. الأمر الآخر، هناك بدعة جديدة في هذا العصر تسمى حد الإسلام، ويقصدون به أن يكون هناك حد للإسلام يتميز به من هو المسلم من غير المسلم غير الإقرار بالشهادتين، وهذه بدعة جديدة. وتجدون يعني في بعض الكتب المؤلفة في هذا بعنوان حد الإسلام، وهذا لا أصل له ولا أساس له، بل من أقر بالشهادتين فهو مسلم. وكما سيأتي في كلام الإمام أبي عبيد أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد ذلك يلزم باللوازم التي يعني تلزمه من جهة علمه بالأحكام الشرعية ومن جهة قدرته. فالمقصود أن ما قد يرد من إشكالات في هذا الباب قد يلتبس على بعض طلاب العلم، فيظنون أن القول بوجود حد أدنى للإيمان أمر مبرر، أو أن للإسلام في ظاهر الأحكام في أحكام الدنيا حد أدنى أيضا يعني له مبرر. وهذه الإشكالات الكلام في ردها يطول جدا، وليس المقصود هنا إلا التنبيه. الإمام أبو عبيد رحمه الله سبق أن ذكر ما يتعلق بهذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه في الأبواب السابقة، لكنه هنا
اهتم بالرد على الإشكالات التي أثيرت عليهم حين ذكرت لهم النصوص الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه، وما هي التأويلات التي ذكروها، وما هو الموقف العلمي من هذه التأويلات. فهو ذكر 4 تأويلات لهم ثم رد عليها واحدا واحدا. نبدأ به إن شاء الله. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ولنا أجمعين: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. يعني أهل المقصود بقول معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نحقق إيماننا يعني على قول هؤلاء نؤمن ساعة، يعني لا يفهم إلا على ما يقول أهل السنة من أننا نزداد في الإيمان، وليس المقصود نحقق الإيمان لأنه قد تحقق. نعم. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعاً من الإزدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله يعني به المؤمنين. يعني قبل الاستدلال، يعني هذا ليس قولاً خاصاً ببعض الأئمة دون بعض، وإنما هو إجماع أهل السنة، يعني ليس خاصاً بهؤلاء الذين ذكرهم الإمام أبو عبيد، وإنما هو إجماع حكاه كثير من أهل العلم عن أهل السنة قاطبة، لم يقل أحد بخلاف ذلك، إلا ما روي عن الإمام مالك في أحد قوليه أن الإيمان لا ينقص، لكنه إنما قال ذلك تورعاً عن إثبات لفظ لم ترد به النصوص، لأن النصوص جاءت بالزيادة، فقال العلماء ما قبل الزيادة فيقبل النقص، لكن المأثور عنه أنه رجع عن هذا القول. المقصود أن الإمام مالك لم ترد عنده شبهة هؤلاء الذين يقولون بحقيقة ثابتة أو بحد أدنى، وإنما لأنه تورع، هو وعبد الله بن مبارك أيضا تورعوا عن إثبات لفظ لم ترد به النصوص، فقالوا النصوص وردت بالزيادة، نقول الإيمان يزيد، ونقول المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، إن النصوص وردت بذلك، لكن أن نقول الإيمان ينقص ما وردت النصوص فيتحرجون من هذا، لكن هم مع قول أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص. بيان ذلك أن الإشكالات التي حصلت للمخالفين لأهل السنة وكانت مترتبة على القول بأن الإيمان لا ينقص لم يقل بها الإمام مالك، يعني لو كان الإشكال عنده من قبيل الشبه التي حصلت للمخالفين لوافقهم في لوازم هذا القول، لكنه لم يوافقهم. نعم. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. نعم، يعني أهل السنة يقولون هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، هي دليل صريح واضح من جهة الزيادة، ودليل أيضا صريح في النقص من جهة أن ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص، وليس عندهم تأويل لهذا، لأن هذا ظاهر كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الذين رأوا الإيمان قولاً ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه: أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5، وأن الظهر هي 4 ركعات، والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. وهذا قول غريب، يعني يرون أن معنى الزيادة أن يكون هناك أصل وهو الإيمان بأصل الفرائض
دون أحكام تفاصيلها، وأن الزيادة هي في العلم بأحكام التفاصيل هذه. نعم. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. يعني نظروا إلى أن الإيمان هو الإقرار عندهم، يعني يثبت بمجرد الإقرار، ثم جاءوا إلى الزيادة يعني احتاروا في تفسيرها، ففسروها بالتكرار، لأن الإيمان هو الإقرار عندهم، فتكون الزيادة في تكراره لا في حقيقته، وهذا أيضا قول غريب. نعم. والوجه الثالث تفصيل ردود الإمام أبي عبيد بعد قليل. نعم. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. نعم، الزيادة من اليقين، لأنه لا يمكن أن تكون الزيادة في الأعمال، لكون الأعمال عندهم خارجة عن المسمى. نعم. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. أي نعم، يقولون الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه، بمعنى كما ذكرت لكم الشبهة التي يقولونها الواجبات، كل ما زاد واجب زاد تكليف به، فهذا وجه الزيادة على هذا التفسير. يعني مثلا قبل نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يقولون كان الإيمان ناقصا، ثم يعني ما زال يستكمل بنزول الشرائع حتى اكتمل. فالنظر هنا إلى الإيمان من حيث هو حال للعبد، ولا إلى الإيمان من حيث النظر إلى الشرائع، ويعني كونها تأتي شريعة بعد شريعة، لم ينظروا إلى حال العبد وأن إيمانه يزيد، وهذا هو محل الإشكال، وإنما نظروا إلى المؤمن به، الشرائع نفسها، وأنها يعني تكون ناقصة مثلا عند من يسلم جديدا لا يعرف بعض الأحكام الشرعية، فحين يخبر بشيء يجب عليه هذا الشيء فيزيد ما يجب عليه، وهذا معنى الزيادة عندهم. ثم بعد هذا سيأتي الإمام أبو عبيد بأوجه يبين بها بطلان ما ذكره عن هؤلاء. نعم. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. يعني لا يتصور أن يقول معاذ رضي الله عنه هذا القول وهو اجلس بنا نؤمن ساعة، وهو يقصد هذا المعنى الذي ذكروه، بل هذا مما يقدح في علمه بشرائع الدين وتفاصيلها، تفاصيل أحكامه. نعم. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه، ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. يعني وجه آخر في الرد على هذا القول، وهو أن التفصيل هو تفصيل لأمر هو حقيقة ثابتة أصلا، فإذا فصل هذا هل يكون زيادة ولا لا يكون زيادة؟ لا يكون زيادة. نعم. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. وهذا رد على الوجه الثاني الذين قالوا بأن الزيادة هي تأتي أو تكون بمعنى التكرار، فيعني أدخل هذا الرد مع الرد الأول. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه هذا الوجه الرابع قدمه على الثالث. نعم. فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، كذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. إيه نعم.
طيب. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان. وهذا هو الوجه الثالث. نعم. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلاً نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقيناً بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. طبعاً الرد من الإمام أبي عبيد في هذا الأمر، هو يقول لماذا التزموا بهذا القول أصلاً؟ لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يبقى إلا اليقين الذي يدل عليه الإقرار الظاهر، فيقولون الزيادة في هذا اليقين لإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. الزيادة والنقص في الإيمان عند أهل السنة هي شاملة لليقين أيضا، اليقين يزيد وينقص، ولا يفهم من كلام الإمام أبي عبيد أن اليقين ثابت لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وإنما هو يذكر ما يشكل عليهم هم على قولهم، وإلا هو يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص سواء في الاعتقاد أو في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح، كلها تقبل الزيادة والنقص. الله عز وجل يقول وإذ قال يعني الآية التي عن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام طلب الزيادة في الإيمان كما ورد عن قتادة وغيره. فالمقصود أن ما ذكره الإمام أبو عبيد لا يشكل أو لا يظن بأنه يراد به أو يفهم منه أن اليقين ثابت لا يقبل الزيادة، وهذا أمر يدركه الإنسان من نفسه، حتى ما يحتاج إلى دليل، أنت تدرك من نفسك أنك إذا ذكرت الله عز وجل وقرأت القرآن وتأملت في سيرة الصالحين وما إلى ذلك تزداد يقيناً، وأن اليقين قد يضعف عندك. نعم. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولاً ولا نراه شيئاً، وذلك من وجهين. يعني هو ذكر كما سبق في كلامه في الباب الأول شيئاً من الرد على هذا، وسيذكر هنا وجهاً آخر في الرد عليهم. نعم. أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئاً إلا إقرار فقط. طيب، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما جاءت شريعة جديدة، فرائض جديدة، فإنه يجب عليهم أن يلتزموا بها وأن يقروا بها وأن يلتزموا بها، فيلزمهم إقرار آخر غير الإقرار الأول، وهذا سبق تفصيل القول فيه. نعم. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوماً ابتنوا حائطاً وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعاً بنات وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعاً داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلاً من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: يعني يريد أن يضرب الأمثال لتقرير منهج أهل السنة ويبين أن
هؤلاء وإن أقروا بأن المؤمن يدخل في الإيمان بالإقرار، لكنه يشكل عليهم ما يلزمهم بعد هذا أو ما يلزمه بعد هذا الإقرار، فيقول: أنتم تقولون بأن الإقرار يثبت به وصف الإيمان للمؤمن، ثم يبقى وصف الإيمان ثابتا له وإن لم يلتزم بشيء من الدين، فهذا خطأ. فهذا يسمى مؤمن، من أقر يسمى مؤمن ويسمى مسلم، لكن بشرط أن يلتزم بشرائع الدين، فإذا لم يلتزم بها فقد نقض إقراره. كمن يدخلون الدار كلهم يتساوون في وصف الدخول، لكن هل يلزم من تساويهم في وصف الدخول أن يكونوا على درجة واحدة في دخولهم ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون. فالمقصود أن التفاوت بعد الإقرار هو منهج أهل السنة، وأن يعني قولهم بالتساوي أو بالأقصد أن ما ثبت بالإقرار يستمر به الحكم لهذا المؤمن، هذا يناقض حتى المعقول والمشهود من أحوال الناس. وهذه من أوجه الاستدلالات العقلية التي يستدل بها علماء السلف على المخالفين. يعني تلاحظون هنا ليس الاستدلال بدلالة نص شرعي، وإنما هو بشهادة الواقع وبشهادة اللغة، وهذا يبين أن منهج أهل السنة هو المنهج المضطرد الذي يمكن فهمه وليس عليه إشكالات، بخلاف ما تذكره الطوائف المخالفة، فإنهم يحتاجون إلى شيء من التسويق والتبرير والتأويل الذي يترتب عليه تأويل النصوص. نعم. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتجنا. التشبيه والنظر الاستدلال بالأدلة العقلية والأدلة الواقعية التي يعرفها الناس في حياتهم، أن هذا مما يستدل به على صحة ما ذكره أهل السنة في هذا الباب، زيادة على ماذا؟ زيادة على ما دلت عليه النصوص. نعم. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول. يعني سأشير الآن إلى أمر مهم جدا ذكره كثير من علماء أهل السنة، وهو أن الإيمان كله عمل. كيف؟ يقول: ما يتعلق بالاعتقاد هذا عمل يعمله، يعني بمعنى أنه شيء يجب عليه، أن يصدق مثلا باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، فيكون من باب ما فعله أو عمله من جهة التصديق. وكذلك أعمال القلوب، هذه لا إشكال فيها، كذلك ما يتعلق بأعمال الجوارح، إذن كلها تسمى عملا. نعم. وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولاً فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملاً. يعني هؤلاء يقولون أو يعني يعترفون بأن الإقرار لا بد منه، الإقرار بالشهادتين، وذكرت لكم سابقاً
أن القول في قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، المقصود به الإقرار بالشهادتين. فإذا أقروا بأن هذا عمل فلا شك أنهم يقرون بدخول العمل ولو في هذا القدر في الإيمان. ولذلك بعضهم احتال على أهل السنة وعلى قول أهل السنة في القول بأن الإيمان قول وعمل، فقال الإيمان قول وعمل والقول عمل، بمعنى أنه يكتفى به. فالإمام أحمد رحمه الله قال هذا أخبث قول قيل في الإرجاء، لأن فيه تلبيس. حينما تعترف بأن الإقرار عمل ثم تقول يكفي في العمل، الإقرار عمل صحيح أنه يعني يجب على المؤمن أن يحققه، لكن ما وجه القول بالاكتفاء به؟ هذه شبهة. وجه التحذير الإمام أحمد أن من يسمعه يظن أنه يقصد العمل عموما، يعني لما يقول الإيمان يعني قول وعمل، أو يدخل العمل في مسمى الإيمان والقول عمل، فيظن أنه يدخل أعمال الجوارح بذلك، مع أنه يقصد الاكتفاء بماذا؟ بالقول دون العمل. فاجتمع عنده الابتداع في الدين والتلبيس فيه، لم يكتفي فقط بأن يخرج العمل عن مسمى الإيمان، بل زاد على ذلك اللبس في هذه المسألة. نعم. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئناً مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بيّن ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. لاحظ إذ يبيتون ما لا يرضى من إيش؟ من القول. ثم قال: وكان الله بما يعملون، فيعني أدخل القول في العمل، سماه عملا. نعم. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صار التكذيب عملا. نعم. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماها هاهنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إن كان إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا، ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. ففي هذه النصوص جميعا يريد أن يقرر دخول القول في مسمى العمل، وهم يقولون إن القول يكفي في الإيمان، فيريد أن يبين عليهم أو أن يبين وجه الرد عليهم من جهة أن ما تدعون به إخراج العمل عن مسمى الإيمان قد تناقضتم، حيث جاءت النصوص بتسمية ما تدعون أنه كاف بالإيمان سماها عملا. نعم. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملاً. والإمام أبو عبيد هو حجة في لغة العرب، وكتابه غريب الحديث هو من أهم المراجع في هذا الباب، فإذا قال شيئاً عن اللغة فهو فيها إمام. نعم. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا.
كذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة فعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. أنتم تلاحظون أنه يجمع بين الاستدلال بدلالات النصوص والاستدلال بلغة العرب والاستدلال بواقع ما يفعله الناس ويعني يعترفون به، وهذا كله يدل على أن منهج أهل السنة هو المنهج الوحيد المضطرد الذي يتوافق مع النصوص ويتوافق مع اللغة ويتوافق مع ما يعرفه الناس من أحوالهم. نعم. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. يعني لاحظ أربعة أمور ذكرها تصدق ما ذهب إليه أهل السنة في الإيمان، يعني تفسير القرآن وهو تأويله، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الحديث الواردة في هذا الباب، وما مضت عليه العلماء لأن العلماء هم الذين يفسرون المراد بالنصوص ويعرفون الحق يعني الحق فيها، ثم صحة النظر ويقصد به الاستدلال العقلي الذي يشهد به الذي يستدل به في مثل هذه الأمور ليس على جهة التأسيس للاعتقاد وإنما على جهة الاستئناس لأمر قد تقرر أو تقررت دلالة النصوص فيه. وهذا فرق جوهري بين منهج أهل السنة ومنهج المخالفين من المتكلمين خصوصا فيما يتعلق بالاستدلال العقلي. فمنهج أهل السنة أن الأصل في الاستدلال هو النصوص، دلالات النصوص، ثم لا إشكال بعد ذلك أن يكون هناك استدلال بدلالة العقل أو شهادة الواقع أو ما إلى ذلك، لكن منهج المتكلمين يقوم على استقلال العقل بالدلالة على أصول اعتقاد تثبت بها النبوة، ثم بعد ثبوت النبوة يقولون يكون هناك ما يسمونه السمعيات، قسموا الدين إلى عقليات وسمعيات، وهذا باب آخر، لكن المقصود أن الاستدلال العقلي هذا وجهه أنه قد يستدل به على جهة الاستئناس والتأكيد وليس على جهة الاستقلال. نعم. كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو المتكلم بالإيمان، يعني الإقرار، يعني الذي حصل منه الإقرار. نعم. ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله بأن الله ربه، بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ يعني هو حاصل الكلام عن هذه القضية أن هؤلاء يقولون الإيمان هو الإقرار، وهذا الذي يقولونه حصل من حتى من إبليس، اعتراف بربوبية الله عز وجل وأنه يستحق الخضوع والعبادة، لكنه يعني كان كفره من جهة الإباء والاستكبار. فيقول يلزمكم على هذا أن إبليس كان مؤمنا لأنه قد تحقق له الإقرار الذي تدعون كفايته في باب الإيمان. هذا وجه الرد على هؤلاء. لكن هل يلزم من هذا أن هؤلاء المرجئة يقولون إبليس مؤمن، ولا هذا من باب الإلزام؟ يعني لابد نفرق
بين أن يكون القول عند أهل السنة من باب الإلزام وأن يكون من باب المنقول عن المخالف. فلا يأتي واحد يقول المرجئة يقولون إبليس مؤمن، لأن هذا من باب الإلزام لهم وليس من باب ما صرحوا به ونسبوه إلى أنفسهم. وكثير من هذا موجود في كتب المقالات، وما يذكره العلماء من الإلزامات كثير جداً، فلا بد لطالب العلم أن يميز بين ما يعترف به المخالف وأنه صحيح النسبة إليه، وبين ما يكون لازماً له سواء أقر أو لم يقر. ولذلك عند العلماء قاعدة يعني ذكروا فيها تفصيل لازم القول هل هو قول أو ليس بقول. مجرد اختلافهم في هذا يدل على أنه لا يترتب على مجرد الإلزام نسبة القول إلى من ألزم به، لأنه قد لا يعترف بهذا إلا إذا كان على جهة التلازم الضروري الذي لا يمكن تصور انفكاك القول عنه، هذا في هذه الحالة ممكن. نعم. باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في يعني أن انتقل الآن إلى طائفة غالية في باب الإيمان، وهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة. ولا شك أن هؤلاء كما سيذكر الإمام أبو عبيد ليسوا من أهل العلم أصلاً. وإذا ذكرنا قول مرجئة الفقهاء كما ذكره الإمام أبو عبيد في البداية نجد أنه نسبهم إلى أهل العلم والدين، لكن هؤلاء ليسوا كذلك، بل هم من الجهمية الذين لا يصح أن ينسبوا إلى أهل العلم والدين كأولئك. نعم. وحتى لا شك أن المرجئة الفقهاء لا يصححون هذا القول ولا يعتبرونه لازماً لمذهبهم، بل هم يردون عليهم ويقولون هذا القول ليس بصحيح. نعم. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، ثم حدثت فرقة ثالثة يعني لاحظ لغة الاعتذار هنا، الاعتذار لمن؟ أي عمر. نعم، لمرجئة الفقهاء. يقول فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، لكن حين يأتي إلى القول الآخر وهو قول الجهمية، القول بأن الإيمان هو المعرفة، هل سيتلطف معهم هكذا ولا سيكون شديدا عليهم؟ يختلف الأمر. نعم. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضاً حتماً كما جعل معرفته فرضاً، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيماناً إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. نعم. وزعمت هذه الفرقة، وهذه الأدلة التي ذكرها كلها تبين يعني أن هذا الذي ذكروه في غاية البطلان، وليس عليه شبهة دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلزم على قولهم القول بإيمان يعني إبليس، لأنه كان يعرف الله عز وجل، فلو كان الإيمان هو المعرفة لكان إبليس مؤمنا. أبو طالب
كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذه المعرفة هل كانت كافية في أن يكون مؤمنا ولا مات على الكفر؟ مات على الكفر. إذن المعرفة ليست إيمانا. والله عز وجل يقول عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. فعلا، يعني تصوروا يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الإسلام في أول الأمر، فجاءه المشركون فقالوا: نعرف أن ما جئت به حق. يقبل هذا منهم ولا ما يقبل منهم؟ هو لا يريد منهم أن يعرفوا، ويريد أن يلتزموا بهذا الدين وأن يتركوا الجاهلية التي والشرك الذي هم عليه ويتحولوا إلى العمل بشرائع الدين. نعم. ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة يلزم. لكن هل قالوا ولا ما قالوا؟ أيضا يلزم، فلا بد من أن نميز بين ما يلزم عن هذا القول وبين أن ينسب هذا القول إلى هذه الطائفة. نعم. لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. نعم. وهذا يقصد أنه في غاية الشناعة والبعد، ولذلك هؤلاء يعني لا يذكرون في تبنيهم لهذا القول شيئا من نصوص الكتاب والسنة، وإنما هو شيء ابتدعوه من عند أنفسهم وظنوا أنهم قد ميزوا به الإيمان عن غيره. نعم. نستكمل إن شاء الله غدا ما بقي من الكتاب.